موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني بقوله جل ثناؤه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات فلم تذبحوه، فلم تذبحوه أنتم أو يذبحه موحد، أو يذبحه موحد يدين لله بشرائع شرعها له في كتاب منزل. قد ذكرنا بالأمس أن أهل الكتاب حالهم الآن ليسوا موحدين، وإن كانوا أهل كتاب لهم أحكام خاصة في الذبائح، أنهم يدينون بالتوراة والإنجيل، فلذلك حلت ذبائحهم. ليس أنهم موحدون الآن، لأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، واتخذ النصارى المسيح ابن مريم إلها من دون الله، وكفروا وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفروا وقالوا إن الله والمسيح ابن مريم. واليهود قد كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عبادة للشيطان. قال ما لم لا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات فلم تذبحوه أنتم أو يذبحه موحد يدين لله بشرائع شرعها له في كتاب منزل فإنه حرام عليكم. ولا ما أهل به لغير الله مما ذبحه المشركون لأوثانهم، فإن أكل ذلك فسق، يعني معصية كفر. كفر نعمة. ربما قصد أن هذا هو الكفر، يعني لمن استحل أكل الميتة أو استحل الأكل مما أهل به بغير الله. قال فكن بقوله وإنه عن الأكل، وإنما ذكر الفعل كما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يراد به فزادهم قولهم ذلك إيمانا. فكن عن القول وإنما جرى ذكره بفعل. قال لهم الناس ثم قال زادهم، إيه اللي زادهم؟ هذا القول. يقول ولا تأكلوا وإنه لفسق، ما هو الأكل؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. اختلف أهل التأويل في المعني بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فقال بعضهم عنا بذلك شياطين فارس ومن على دينهم من المجوس، إلى أوليائهم من مردة مشركي العرب، مشركي قريش، يوحون إليهم زخرف القول بجدال نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أكل الميتة.
عن عكرمة لما نزلت هذه الآية بتحريم الميتة قال: أوحت فارس إلى أوليائها من قريش أن خاصموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت أولياؤهم في الجاهلية، وكانت أولياءهم في الجاهلية، وقولوا له: أو ما ذبحت فهو حلال، وما ذبح الله؟ قال ابن عباس: بشمشار من ذهب فهو حرام. فأنزل الله هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقولوا شمشار وشمشير. الشمشار هو السكين أو النصل، كان هذا من عقائد المجوس أن ما مات فإن الله ذبحه بسكين من ذهب. الحقيقة أن المجوس يقولون بإلهين، إله يعني للنور وإله للظلمة، ويعبدون النار لأنه إله الخير أو إله النور. قال: فأنزل الله هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال الشياطين: فارس، وأولياؤهم قريش. هذا أيضا فيه غرابة، لأنه لم يكن بين فارس وقريش موالاة، خصوصا قريش. يعني في بعض العرب الدول التي على حدود فارس من العرب كانت توالي فارس لكن ليس قريش. عن عكرمة: إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس، كاتبتهم يعني كأنهم كانوا يؤيدونهم معنويا. إذا كان كذلك فيبقى هذا معنى محتمل، يعني النصرة المعنوية، لأن المشركين كانوا يحبون ظهور الفرس لأنهم أهل أوثان وشرك على الروم الذين كانوا أهل كتاب، والمسلمون كانوا يودون ظهور أهل الكتاب على المشركين. قال: إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس، وكتبت فارس إلى مشركي قريش إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. للميتة يسمون الميتة ما ذبح بسكين من ذهب، وأما ما ذبحوا هم يأكلون، استفهام إنكاري يعني. وكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء. كلام المزخرف يغر الناس أو يوقع شبهات. قال: فنزلت: وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الآية: ونزلت يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال آخرون: إنما عنا بالشياطين الذين يغرون بني آدم أنهم أوحوا إلى أوليائهم من قريش. عن عكرمة قال: كان مما أوحى الشياطين إلى أوليائهم من الإنس كيف تعبدون شيئا
لا تأكلون مما قتل وتأكلون أنتم مما قتلتم. هنا بقى الشياطين إلى أوليائهم من الإنس بقى المقصود بها شياطين من الجن. قال فروى الحديث حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكأن هذا هو في الميتة. عن ابن عباس قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. قال إبليس الذي يوحي إلى مشركي قريش. قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. قال ابن يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال سمعت أن الشياطين يوحون إلى أهل الشرك يأمرونهم أن يقولوا ما الذي يموت وما الذي تذبحون إلا سواء. استعمال القياس الفاسد من العقول الجاهلة الضالة في مقابلة النص المحكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نص اللي بيستعملوه ده قياس فاسد إن هذا مما لا تعرف به التشريعات والحلال والحرام، القياسات العقلية المجردة التي لا تلتفت إلى أدلة الشرع ولا تفهم معنى وأهمية انهار الدم من الذبيحة مع ذكر اسم الله عز وجل. هم الذين يقولون عن الميتة قتلها الله أو ذبحها الله وما ذبحتم أنتم أنتم قتلتموه، ليلبسوا على الناس. قال يأمرونهم أن يخاصموا بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال قول المشركين أما ما ذبح الله للميتة فلا تأكلون وأما ما ذبحتم بأيديكم فحلال. استنكار يعني من المشركين للمسلمين. وفي معاني عظيمة في ذلك من جهة أن الميتة تحتقن فيها الدماء وهذه الدماء سرعان ما يحصل فيها اجتماع للميكروبات وتسمم سريع جدا. الأطباء البيطريين بيحكم ان بيفحصوا عينات من اللحم قبل ما يسمحوا بدخوله، بيشوفوا اصلا تحت الميكروسكوب كمية البكتيريا اللي جوه اللحم غير المذبوح، كمية كبيرة جدا لانه جواه دم والدم ده اكبر مزرعة للميكروبات. والمذبوح بيبقى اللحم اللي بتاعه بيبقى ايه ليس فيه ذلك. فسبحان الله دي الحكمة في قضية الذبح. ازاي تقولوا الميتة زي ما ذبحتم؟ الغرب بيفضلوا عدم الذبح خصوصا في التصدير علشان بيقلل الوزن، الذبح بيقلل الوزن لان يعني لترات عديدة من الدم اللي بيحتقن في الميتة او في غير المذبوحة زي المصعوقة او نحو ذلك بيزود
وأذن الذبيحة. والحاجة التانية في قضية إزهاق الروح، أن هذه روح خلقها الله، فلا يجوز لنا أن نزهقها إلا بإذن من الله، والله إنما أذن في ذلك في بهيمة الأنعام أن يذكر اسم الله عليها، أن يكون مما أنهر الدم وذكر اسم الله. أنهر الدم مصلحة للناس، وما ذكر اسم الله وذكر اسم الله عز وجل عليه لأنه يكون بإذن من الله، فلا يلتفت إلى من يقولون الرحمة بالحيوان، سواء كانوا بقى اللي هم بينكروا الذبح فيعذبوا الحيوان أكتر بالخنق والتردي والصعق، أو اللي يقولوا احنا ما بناكلش إلا النباتات، احنا مش عايزين نعذب الحيوان. الله عز وجل هو الذي أذن لنا لأنه الذي خلق هذا الحيوان وأعطاه روحه، فإذا أذن الله لنا في إزهاق هذه الروح بالذبح مع التسمية فلا يجوز أن يعترض أحد. عن عكرمة عن ابن عباس: إن المشركين قالوا للمسلمين: ما قتل ربكم فلا تأكلون، وما قتلتم أنتم تأكلونه. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى ما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الميتة، كما أنه بلا شك يشمل ما أهل به لغير الله. وأمر ثالث عند جمهور العلماء: تشمل الآية ما لم يذكر اسم الله عليه، تشمل متروك التسمية. جمهور العلماء أنه متروك عمدا، وبعضهم يقول عمدا وسهوا، والله أعلى وأعلم. عموم الآية يدل على عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وذلك أشمل الميتة ومتروك التسمية عمدا، ويشمل ما أهل به لغير الله، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.